ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الأخيرة أجبر الكثيرين على استهلاك كميات كبيرة من الماء أكثر من المعتاد، وأحيانا يكون ذلك على حسب الأكل والتغذية المتوازنة. نشرب الماء، أنا أوبليجي نشرب الماء خاطرش مريض بلاطاسيون. الطبيب ما عطيني بان نشرب الماء بزاف. أشرب صديق وما نعرفش تشرب على حسب الكور تاعك، على حسب الزيت تاعك شحال تستعمل. ها بصح مشيت تشرب غير وليتي اون بلا بتحصلي. لازم واحد يشرب على حسب الخور تاعو واش يطلب. سخانة بزاف باينة بلي نشرب الماء وميديتي. إذا سما لازم على الأقل في النهار نشرب ربع إطراس، ثلاث إطرات ونص كل خطرة وكيفاه. وبالنسبة للنظام الغذائي تاعك هل تقدر تاكل معاه؟ ما نقدرش ناكل، شوي شوي. هكا مش بزاف، مش كما الشتاء. بزاف. سي راهي كاينة سخانة بزاف، راهي فايت ال 48. انا نشرب الماء بزاف هاد الايامات، راه كونسوماسيون تاع الماء انورمال على اللي مداري. نقص شويه، ما عادش ناكلو، رانا نشربو الماء بزاف، ناقص شويه. رغم ان استهلاك المياه ليس مرتبط باي كميات محدوده وينصح به خلال فصل الصيف، الا ان النظام الغذائي يجب ان يكون متزنا وان يشمل الخضار والفواكه اكثر من غيرها. يصرى فيه نوع من الدبدب عادي، وهو الإنسان يحس روحه عيان، ما عندوش لابيتي، ما عندوش شهية. هذا غلط. لازم كما قلت كاين احتياجات تاع الماء وتاع المواد الغذائية، ولكن كاين نمط غذائي خاص يتلائم مع فصل الصيف. لازمنا نقصوا من استهلاك اللحوم، مادة الماء بالإنجليزية يقول لك open bar، يعني ما كان حتى لحد أي كمية تاع الماء فيها فائدة. ضرورة التوازن بين النظام الغذائي الصحي وكميات شرب المياه خلال ارتفاع درجات الحرارة من شأنه تجنيب الشخص مشاكل صحية.